طب هستأذنك هنشوف مشهد كمان من الكتيبة 101، وبالمناسبة هي المشاهد دي أصلها الحاجات الملحمية دي بتبقى فعلا ممتعة ممتعة، وبتخليك تبقى قاعد عمال مركز، وبعدين بالذات بقى في حالة زي حالتي كده أنا والمشاهدين قاعدين بنسمعك وأنت بتتكلم على صناعة المسلسل، بتخلينا بنركز بزاوية مختلفة لما بنتفرج. تعالوا نشوف مشهد تاني، والمشهد ده اللي فيه عمرو يوسف بيتعرض لإصابة ساعة التفجير إياه، وبرضه عايز نتكلم عنه، ولسه في سؤال انا كنت عايز اسأله لك ونسيته، بس هنشوف المشهد برضه. اوكي. نور! 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 اسعاف! اسعاف بسرعة! رد عليا! نور! 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 بسرعة! اسعاف بسرعة! نور! نور! دوريات الجيش بتمشط كل حته في الشيخ زويد ورفح والعريش، ورجاله مش عارفه تتحرك على فين، وفي رجاله كتير ماتت، حتى المصابين مش عارفين ننقلهم ولا نوديهم على فين، وابو اسامه وحكيم اختفوا ومش عارفين مكانهم فين. الحمد لله، حتى لو ماتوا كلهم مش مشكله، دول عند ربنا، واحنا في ايام مفترقه. احنا عملنا بيان إننا عملنا هجوم كبير وانسحبنا بعد تدخل الطيران، وده خوفاً على أهل سيناء. أعتقد إن الإخوة فخورين بينا جداً، وهينشروا ده على قنواتهم وعلى الإنترنت لأيام وشهور جاية. طب نشدد الحراسة هنا؟ لا لا لا، تعملش حاجة غير معتادة. الجيش الفترة اللي جاية دي هيقابل مجموعات ورجالة بتتحرك في كل مكان، وده هيشغلهم إنهم يعرفنا فين. لكن احنا شكلنا كده مش هنعرف نتحرك من هنا، والفترة طويلة جدا. طيب خليني هرحب بيك مرة كمان، وما يقول الوقت قرب يخلص وحاجات زي كده. بص، الحاجتين انا بصراحة مشغول بيهم جدا، حاجة منهم هي مسألة انت مثلا جالك تليفون، اياد ازيك عامل ايه، بص احنا عاوزينك علشان تكتب مسلسل هيتعرض في رمضان، واحنا في ملف معين عاوزينك تيجي وتطلع عليه. ولا انت مثلا رحت للشركه قلت لهم يا جماعه والله انا عندي تصور على حاجه بتحصل في سينا ومش عارف ايه، وايه امكانيه ان احنا نعمل حاجات بطولات حقيقيه بدل ما انا اجيب حاجه من خيالي. دي ولا الاولاني؟ الاولاني الاولاني تربي التربي الاولاني. حاجه تخض دي يعني. ان هم كلموني، بس هم ما قالوليش في التليفون المسلسل ايه. لما وصلت قالوا لي المسلسل ايه. ازيك يا اياد عامل ايه؟ كويس، احنا عايزين نقعد معاك شويه. انا لو حد قال لي عايزين نقعد معاك شويه انا ممكن اطب ساكت يعني. يعني بالعكس انا كنت متحمس جدا جدا جدا، لانه هي فرصه. انا بشوف الموضوع بشكل واسع. انت عندك كام مسلسل حربي انتج في تاريخ المسلسلات في مصر؟ مش كتير. كام فيلم؟ برضو مش كتير. فرصة ما تترفضش أبدا. يعني فرصة إن أنت تشتغل في عمل مبني على أحداث حقيقية، في قصة من قصص القوات المسلحة، حاجة هتعيش ومش متكررة كتير. معرفش هيحصل تاني إمتى إن أنا يبقى عندي الفرصة دي. فأنا طبعا كان بالنسبة لي قادر أعرف إن الموضوع فيه صعوبة كبيرة، فيه ضغط كبير، فيه مسؤولية كبيرة، فيه تحدي كبير، في تحدي كبير كمان في التنفيذ، انه التنفيذ يقدر يحقق كل اللي هو مكتوب، انك هتفضل تشتغل لحد اخر لحظه. قادر استوعب انه ده كان في ضغط نفسي وعصبي ومجهود وكل حاجه، بس هي فرصه استثنائيه. فبالتالي كانت بالنسبه لي حاجه اكيد احب انها تحصل يعني. في حاجات بقى لما انت يعني، يمكن اعتبر ده اخر سؤال. حاضر حاضر. في حاجات وانت قاعد بقى وعمال بتقرا وبتطلع على وثائق وملفات وحاجات زي كده، اتقال لك مثلا كذا وكذا وكذا وكذا، ده لمعلوماتك، ولكن مش ده اللي هيتعمل في المسلسل. في معلومات كتير جدا
انت بتعرفها عشان تقدر تتخيل الحاجات بالزبط. ممكن ما تحكيش القصه ما دي تحديد او ما تحكيش الحاجه دي لانها كمان مش في السياق اللي انت بتحكي عنه. عشان كده بقول لك تبقى موجوده في خلفيتك، انت محتاج انك تبقى عارف اللي حصل من 2011 عشان تحكي حاجه في 2015. في لحظات انا كنت بقول لهم طب ممكن نرجع للحظه دي يعني نرجع نحكي قصه قديمه عشان انا حاسس انها تستحق انها تتحكي. وانا كنت مهتم اعرف كل حاجه. وفي العادي كمان انت لما بتقعد مع اي شخص من الاشخاص اللي كانوا بيخدموا في الفتره دي هو مش عارف يحكي لك ايه بالظبط عشان تعمله في المسلسل، هو بيحكي لك كل اللي هو عارفه. ايوه في مرحله تانية هي مرحله ايه اللي ينفع يتحكي وايه اللي ما ينفعش يتحكي، لانه فاهم هو محدش طبعًا. بيحكي بفلتر طبعا، بس انت بتعرف كل القصص وبعدين تبتدي تشوف ايه اللي انت هتقدر تحكيه جوه المسلسل.